أشار منتسبو رابطة محترفي التنس بأن بطولة وزارة الداخلية تشالنجر للتنس هي من أفضل خمس بطولات على مستوى العالم في عام 2023. حيث يعكس ذلك التطور الكبير في التنظيم للبطولة من حيث توفير تجربة رائعة للاعبين والجماهير. تمثل البطولة العالمية تشالنجر للتنس في نسختها الثالثة. نموذجا رياضيا ناجحا يعكس مدى تطور طاقم التحكيم في مملكه البحرين ففي كل نسخه من البطوله يكون التنظيم اكثر دقه وانسجاما بين المنظمين مع الحكام وهذا ما يدل على التطور المستمر في مجال اداره البطوله احب اشكر معالي وزير الداخليه على هذا الاهتمام الكبير اولا بلعبه التنس في البحرين وثانيا تمام الكبير في مواصله تنظيم مثل هاي البطوله الاي تي بي تشالنجر طبعا اي تي بي بطولات الاي تي بي يعتبر اقوى بطولات العالم هاي ثالث سنه نشارك فيها كل سنه قاعد نشوف تطور الحكم البحريني نشوف وجوه ومستويات يعني تنافس وفي مستوى الليفل اللي قاعد نشوفه في العالم اه تنظيم حلو قوي يعني من الملاعب للفندق للكل يعني من احسن التشالنجرز اللي في حياتي و وانا فرحان على الاخر نجم نلعبوا هنا في البحرين يعني مثل المنزل اللي نحن تونس مع اللعيبه في قبل المباراه او لو تم استدعائنا لاي اصابه في الملعب وطبعا بعد المباراه اللعيبه بتكون كل مفاصلها تقريبا مقفولة فبنشتغل معاهم عشان نهيئهم لتاني يوم يقدروا يكملوا أحضر الدورات اللي نظمها الاتحاد البحريني واللي نظمه وزارة الداخلية السنة الماضية نفس الشيء حضرت التشالنجر وكانت ممتازة والسنة هذه يبدو أن في لاعبين مستوى أعلى ويبدو أن مستوى الدورة مرتفع ولهذا السبب أنا خصصت وقت اليوم للمباريات هذه أوكي وسعيد جدا بتواجد هنا هاي البطولة من أحسن البطولات في التنظيم في مستوى اللاعبين يعني هذا بالعكس تحفيز لمعظم اللاعبين هنا في البحرين مشان يحسنوا المستوى ويكون في مور أي تي بي إن شاء الله في البحرين إن نجاح البطولة للعام الثالث على التوالي من ناحية الإعداد والتنظيم المتقن وتوفير كافة سبل استضافة وتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ساهم في جذب اللاعبين العالميين واهتمام المؤسسات والهيئات الرياضيه ببطولتي وزاره الداخليه تشالنجر للتنس